فير بلاي. رجعنا من جديد في فير بلاي. بداية حصلت نحكيه على النادي الصفاقسي شنو جديد في الإطار الفني، خاصة بعنا واحد من الإطار الفني اللي كان موجود في الموسم الماضي وسيم معلا، باش ناخذ من عنده أكثر تفاصيل حول مستقبله مع الفريق، هل سيواصل أم لا. الإجابة باش جينا مع عند وسيم. وسيم أهلا بك. مرحبا بك خويا اسلام، مرحبا بجميع المستمعين ومرحبا بجميع الرياضيين اللي يسمعوا فينا في العشويه الصيفيه هذه. شنو احوالك خويا؟ شنو الامور؟ لاباس؟ والله لاباس الحمد لله، ربي فضلك وربي يعزك. عايش شنو وين تعدي في الصيف؟ فما تبحيره ولا مازلت ما صيفتش؟ لا ولا لا، الواحد في الوضع الصحي هذايا والبروتوكول الصحي وربي يبعد علينا الوباء والبلاء هذايا نتاع الكورونا وربي يفرج على بلادنا. اليوم الوضع ما نتاع واحد ماذا بيه حتى من الدار يعمل كيما نقولوا اوتو كونفينو برا، اذا كان الواحد زاد ما سهرش ربي باش يخرج ولا ما تمشي بحرش فيه، مش نهايه العالم. صحيح. اليوم الوضع يخليك تكون اكثر احتياط واكثر وعي باش ترد بالك على روحك وعلى عائلتك. دونك بور لونسون الواحد معناتها في الدار ترانكيل كوا. صحيح. باهي وسيم، خلينا نحكيو عليك مع نادي الصفاقس. الساعه نجم نقولوا المدرب المعد البدني شنو بالضبط؟ وضح لنا النقطه هذه باش نوضح لنا ايضا نقطه واحده اخرى. لا انا اليوم اثناء النادي الصفاقسي مدرب مساعد مكلف بالاعداد البدني، يعني الموسم هذا يتسمى معناتها بريباراتور فيزيك دو ليكيب، ومعناتها اللي موسم انتهى بالتتويج والحمد لله رغم الظروف الصعيبه اللي عشناها. باهي، وضح لنا نقطة أخرى أيضا. نجم نقول اليوم المدرب المكلف بالأعداد البدني في النادي الصفاقسي اليوم وإلا السابق؟ لا، احنا اليوم وسيم على يعني من الأول أنا مع نهاية العقد نتاعي اللي كان نهار 30 جوان ونهاية الموسم الرياضي بيوم 27 جوان بالتتويج بكأس تونس، وانتهت كيفاش يقولوا معناتها التجربة مع فريق النادي الرياضي الصفاقسي. اليوم معناتها ما صار حتى اتصال، واليوم وسيم على في حر وان شاء الله الواحد يمشي يشوف تجارب اخرى. الاكيد هذا معناتها هذا حاجه عندها مده ما تعرف، دونك اليوم ما معناها على كيفاش يقول الواحد خدم في جمعيه كبيره، جمعيه برجالها، جمعيه بجمهورها الكبير اللي ضحى برشا، جمهورها اللي اعطاه برشا للفريق وحب ديما في الاخير فريقنا، والا النادي الرياضي الصفاقسي فريق يلعب ديما على الالقاب يلعب على الانتصارات، رغم نعاود نقول الموسم الصعيب كيف نلقاو روحنا توجنا بكاس تونس. انا يعني نقول اليوم يمكن معناتها احسن طريقه الواحد حتى كان مش يخرج وهو في معناتها بلقب ديما حاجه باهيه. الشكر موصول الجميع منتسبي النادي الرياضي الصفاقسي من هيئه مديره من اطار فني اللي خدمنا معاهم السنه الكل، من اطار طبي، من اداره المركب، يعني جميع منتسبي النادي الرياضي الصفاقسي كل الشكر والتقدير على معناها التضحيات الكبيره اللي صارت من طرف الجميع. اليوم الناس كل ديما نقول النادي الرياضي الصفاقسي يقعد فريق كبير، الجمهور حاول يعاون بجميع الطرق، نعرف وعمل بوكو داكسيون كيما كل يخونك الا جمهورك ونتاع المراود وبرشا حاجات. النادي الرياضي الصفاقسي اليوم كيفاش يقولوا يتعدى كيما نقولوا مع الناس ما نخبيه وممكن فتره صعيبه، لكن انا متاكد امي انا كيف تطلبني في كل مره تلقاني موجود. دونك يوم جات تجربه اولى وتوجنا فيها بكاس تونس يعني 2019، ثم تجربه ثانيه هذه توا في الموسمين الاخيرين يعني وكاس ثانيه، ديما نقول الحمد لله يعني رغم هذا كل فريق النادي الصفاقسي حاولنا كيفاش نفرحوه وكيفاش نرجعوا نشوفوا الفرحه يعني في صفوف الجماهير بعد نهائي جربه، وجربه هي مبروكه علينا وهنا تحيه شكر وتقدير الجميع لخلية أحباء النادي الرياضي الصفاقسي في جربة وخلية أحباء النادي الرياضي الصفاقسي في قابس اللي ما قصروش وما بخلوش باش عاونوا الفريق. ديما قلنا جربة مبروكة على نادي الصفاقسي، نتذكر تتويج 2013 زادة، دونك حاجة باهية هذه برشا. وديما نقولها النادي الرياضي الصفاقسي يقعد مدرسة كبيرة وعائلة كبيرة، وإن شاء الله ديما ما خير، وإن شاء الله حتى اللي جاي واللي مش يخدموا ان شاء الله ربي يوفقهم وربي يعينهم، واحنا ديما نتابعوا واحنا محبين وفيين
ونتابعوا ان شاء الله في النجاح وان شاء الله في الانتصارات والتتويجات للفريق الكبير هذايا. وسيم رغم النجاح اللي حققتوه تقريبا في موسم صعيب عملتوا كاس تونس، علاش في اعتقادك ما تمش البقاء على الاطار الفني؟ معناها الكل كي نحكي على الاطار الفني تم البقاء تقريبا على هيكل جمامديه وايضا المساعد الفني الهيبري في حين تم الاستغناء على البقيه، علاش فما شكون قعد وفما شكون مشى؟ لا والله شوف هو كيفاش يقولوا احنا، هي كيما في اي معناتها انستركتور ولا اورجانيزاسيون، معناتها الناس اللي مشرفين على النادي او الستركتور هما ادرى معناتها بمصلحه الفريق. اليوم معناتها احنا ديما نقول احنا جنود للنادي الرياضي الصفاقسي، احنا وقت كل مره طلبونا من اي منصب من اي موقع عاوننا، الحاجه الباهيه اللي كانت في الاخير في المرحله الاخيره هي الاعتماد على ابناء النادي وكانوا في المستوى ومن كما نقولوا خرجوا الفريق كما نقولوا من عنق الزجاجه. هذا سيتي فيرتي وفخر للصفاقسيه الكل. اليوم تقول لي انت علاش وكيفاش، احنا اليوم ديما نقول احنا اي حاجه فيها اذا هذه ممكن فيها حاجه لمصلحه الفريق ويمكن زاد نقول معناتها كي تبدا ثم دم جديد روح جديده ممكن الاداره خممت هذايا. دونك هذايا سؤال ما ينجم يجاوبك عليه كان اداره النادي على الموضوع هذايا. كيفاش تقيم اليوم وسيم بعد نهايه الباساج نتاعك في السي اس اس؟ باش نكونوا بكل صراحه معناتها رغم الموسم الصعيب لازمنا نعرفوا احنا الموسم هذايا النادي الرياضي الصفاقسي اكثر فريق لعب مباريات في تونس 45 او 45 مباراه بمباراه الكاس، 45 مباراة اللي بديناها من يوم 28 نوفمبر يعني تشامبيونز ليج ضد زنجبار. أكثر من الترجي لعبته؟ لعبنا أكثر من الترجي لأنه الترجي الرياضي التونسي ما لعبش خمسة مباريات نتاع كأس تونس، الترجي الرياضي التونسي ما لعبش مباريات نتاع تصفيات مؤهلة للتشامبيونز ليج معناها وما لعبش المباراة نتاع الفاصلة زاد نتاع بعد تشامبيونز ليج باش دخلنا في الكاف. يعني عدد المباريات بالنسبة للنادي الرياضي الصفاقسي هو أكثر فريق لعب في تونس أكثر من الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي. احنا بالضبط كي نتحب بالضبط بليز دو ستاتيستيك لعبنا أربع مباريات في الشامبيونز ليج ولعبنا 10 مباريات في الكاف، 26 مباراة في البطولة وخمسة مباريات في كأس تونس. هذوما يعني تقريبا كي نحسبوهم احنا بعدد الأيام وعدد المباريات باش نلقاو النادي الرياضي الصفاقسي لعب من نهار 22 نوفمبر ديجا ل 2 جوان بالضبط حتى مباراة اللي قبل النصف النهائي والنهائي لاعبين يعني تقريبا 43 مباراة في تقريبا 185 يوم تقريبا ما يعدل أربع مباريات وشو بعد كل ثلاث أيام معناها هكا كل أربع أيام كل أربع أيام. وإذا كان نوصلوا حتى اليوم 27 جوان تقريبا مباراة أربع أيام ونص نخلطوا عليهم يعني إذا كان فريق يلعب أربع مباراة كل أربع أيام أربع أيام ونص هذه ممكن أنا ستاتيستيكمون ما شفتهاش حتى في الأوروب في سيرتو 45 مباراة كما قلت في ظرف وجيز جدا. وخاصة وسيم يلعب اخر مقابلة يوصل ويتوج فيها بكاس معناها. والحمد لله هذا هو معناتها هذا اكرمنا ربي وخلينا معناتها متوجين، لكن انا باش نعمل مقارنة بسيطة جدا احنا نتحدث معناتها انا كنت في النادي الرياضي الصفاقسي زاد في تتويجات كأس افريقيا الكاف نتاع 2008 و2009 وكأس تونس وقت لعبنا الريكورد في تونس اللي هو 56 مباراة. 56 مباراة كيف نحسبوهم بدينا نهار 10 جويليه كي نتذكر يعني تقريبا في جنوب افريقيا في مباراة وكملنا تقريبا يوم 30 ماي نهائي كأس تونس ولعبنا مباراة كل 5 ايام ونص يعني ستاتيستيكمون اصعب معناها يمكن انا في تاريخي وفي تاريخ اللي نعرفه انا في كرة القدم قلت لك الاوروبية وكل يمكن هذه وكان معناها زملائنا في الستاتيستيك يعني اللي يعرفوا تو يقول لك اللي راهو ممكن لا سي سي اس نادي الرياضي الصفاقسي المباريات اللي لعبتهم في خم معناها 45 مباراة في الظرف الوجيز تاع الايام يعني تقريبا مباراة كل اربع ايام عمرها ما سالت عمرها ما سالت اي ظرف استثنائي ظرف صحي هو اللي حكم بالضبط احنا في الظرف الصحي هذا الكل كيف نقولوا في الظرف الصحي كيف نقولوا على الكورونا والكوفيد وربي يشفي الناس الكل كيف نقولوا نشوفوا الفريق معناتها عدد اللاعبين اللي استعملناهم وكل انا نقول ملابي ضحات برشا بوكو ساكريفيس يعطيهم الصحه لكن كيف نشوفوا احنا مثلا بارابور لي بليسور في النادي الرياضي الصفاقسي ونقول مقارنه بالفرق الاخرى نجم نقارن يمكن الفرق يمكن اللي لعبت ممكن حتى اقل منا مباريات نقول الحمد لله ثم موسم نجحنا فيه موسم ثم مباريات ما كناش صحيح اكيد ما كناش في احسن حالاتنا راهو باش نكونوا واضحين اذا نكونوا مش معناتها احنا نتكلموا باش نقولوا توتي بو توتي روز لا بالعكس ثم مباريات ما كناش باهيين بالكل 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 وهذه حاجه منطقيه حاجه عاديه ساعات انت كي تعرف انت كيف يبدا عندك ثلاثه واربع لاعبين
بالكوفيد راه تحب لك كيلكو سيمان باش ترجع بور ريبروندر تا فورم كيف بعض الظروف اللي ما تخليكش في احسن حالتك النفسيه والراحه النفسيه ما تنجمش تكون حاضر ما نقولوش 100% ممكن التغيير نتاع الاطر الفنيه زاد ممكن اثرت على بعض اللاعبين يعني على التاقلم معها مع الخطط نتاع الفنيه والكل دونك عده عوامل لكن في هذا في المجمل في المجمل كيف تشوف قلت لك رغم الظرف الصعيب ورغم الموسم الصعيب انا نقول نادي رياضي الصفاقسي اليوم خرج الموسم نتاعو معناتها في الاخير كيف تلقى روحك توجت في اخر الموسم نقول الحمد لله فرحنا جمهورنا نعرفوا اللي رغم هذا كله ومازال غاضب علينا ونعرفوا ديما غاضب لانه يحب يطمح ما اكثر يحب البطوله يحب الشامبيونز ليغ وهذا من حقه وهذا راهو حاجه لازمه نادي رياضي الصفاقسي راهو في صفاقس ما عندنا حتى شيء في صفاقس في صفاقس اذا كان مانيش ندخل في الامور السياسيه والاجتماعيه لكن البلاد هذيا الحاجه الوحيده اللي تفرحها قالها سي مصطفى السلامي خلك ما عندهم العيد الصغير والعيد الكبير والسياسات انا ناكد هذه اليوم كيف نشوفوا احنا في مفكرين ارواحنا في العيد الصغير والعيد الكبير ما قادرنا كان السياسات اليوم نادي رياضي الصفاقسي المدرسه الكبيره الفريق العريق راهو قد ما تتلف وتتلم رجاله وجمهوره ديما نعود ونقول هو راس المال نتاعها هو اللي ماشي يخلي الفريق يمشي بعيد انا نقول ان شاء الله المستقبل ديما ليه هو لكن ديما يزن الناس كل تقف يد واحدة تكون سوليدير على الاخر واليوم ان شاء الله ربي يكرم النادي الرياضي الصفاقسي وان شاء الله نشوفوه في ديما في احسن المراتب واعلى الدرجات ان شاء الله وانت ايضا وسيم ان شاء الله نشوفوك في تجربه اخرى ايضا وين الوجهه تو والله بكل صراحه يعني معناها يعني جيتني مش معناتها ثم عده عروض يعني ممكن حتى من عندها اكثر من شهر احنا يجبنا نعرفوا حاجه في كره القدم وقتاش احنا نقولوا الميركاتو نتاع المدربين راهو ميركاتو المدربين يبدا من نهايه معناها من شهر ماي تبدا الاتصالات وتبدا التحركات بخلاف يعني اللي في وسط الموسم وقت معناها المدربين يتنحاو اكيد اللي اليوم معناتها باش تعمل اختيار لازم يكون اختيار مدروس اليوم راهو ان تشالنج تاع مدرب ولا لاعب يفو ان بروجي سبورتيف وان بروجي سبورتيف باش تنجح فيه كل سواء تقول لي انت مدرب ولا مدرب مساعد ولا معد بدني ولا اي حاجه يفو ان بروجي باش تنجح فيه انا واحد من الناس نحب كي نمشي وندخل في تشالنج نحب ان تشالنج رباح ما نحب معناها سي تري امبورطون دونك هذاك علاش انا قاعد نتربص نكون واضحين نعرف انا توا في يعني توا اذا كان نحكيو على الميركاتو ولا الداخلي في تونس تقريبا حسم الامر يعني في الاطر الفنيه الكل بالنسبه للخليج نكونوا زاد تقريبا بالنسبه للسعوديه الامارات او قطر اذا كان نحكيو على الثلاث بلدان هذوما تقريبا زاد كل يد خذات اختها احنا نقولوا ممكن بعض الاماكن ما زالت فتم عده اتصالات للامانه كانت ما عودناش حركنا انا نقول اليوم ممكن استراحه محارب باهيه توا ممكن واحد توا عنده تقريبا 15 او 20 سنه في التدريب في هو نيفو ما خداش راحه باهيه زاد راهو الواحد نقولوا حاجه كره القدم معناها الكوره ما تسماش كاين كوره في الدنيا راهو كوره في الاخر راهي هو فارغه ما فيها حتى شيء لكن عندنا عائلاتنا عندنا معناتها واحد عندنا صغارنا عندنا الناس اللي يحبونا ودونك ساعات وقف التامل باهيه واحد بور افونسي فو بروندر ان با اون اريير ساعات معناتها دونك الواحد يزم قبل ما يطلع في الكهرباء اول حاجه يشوفها قبل ما يعمل برومي يغير في الروتروفيزور دونك بتاتر الواحد يشوف ويراجع بعض الحوايج اكيد الواحد بعد مرحله كيما هذه انا نقول ديما وقت واحد يدخل في دار كبيره وكيف يخرج من دار كبيره ولا حاجه ديما انا نقول اذا كان واحد قصر في حاجه راه تقصير مني واذا كان أصبنا راهو الاجتهاد معناتها وتوفيق من الله وديما نطلب السماح اذا كان صارت حاجه بيني وبين اي انسان موجود في محيط النادي او البرة يعني لكن هذا هي سنة الحياة اليوم ان شاء الله عن قريب ان شاء الله تما بروجي ان شاء الله الواحد ربي يوفقه وكان كتب ان شاء الله ان يتسمعوا ويعرفوه الناس الكل وربي يوفقنا صراحة اليوم توجه وين وسيم للتدريب والعدد البدني هذا والله سؤال مهم جدا اذا كان نشوفه احنا انا اليوم اكيد كان ناخذوا السنتين الاخيرتين معناتها وانا ملي بديت نشتغل خدمت في الزوز السنتين الاخرانيين انت
والله انا بس نكون بكل صراحه معناتها راني انا من اللي بديت نستغل تقريبا عندي هديه كنا بلا دوبل كاسكيت اللي هي مش موجوده برشا اليوم. راه هو الاعداد البدني هي حاجه راهي قبل ليبوك اللي ما كانش موجود بريباراتور فيزيك، ما كان مدرب من بعد جاب مدرب مساعد من بعد دخلوا مدرب الحراس، واول في اخر التسعينات بدات الاعداد البدني وصلنا تو الاناليست المحلل الاداء وانسيتوت. انا معناتها في الاخير ابن النادي رياضي الصفاقسي، ما لعبتش في النيفو، لعبت في الشبان، خديت درجاتي التدريبيه، انا كنت مدرب حتى في كنت مدرس في فرنسا والدكتوراه نتاعي معناتها كنت مدرب في كيفاش يقولوا في اصناف الشابه في عده فرق في فرنسا. صحيح توجهت للاعداد البدني وقتها في سنوات 2005 2006 ومع فريق ليل لوسك وفرق كيما امياء وكل. قعد ديما متابع، قعد ديما من تقريب برشا من التدريب معناها ما كان، وحتى كي اشتغلت في النادي الرياضي الصفاقسي في 2008 و2009 وحتى مع باتريك ليفيغ ما كان كنت انا بيدي مدرب معناها في الملعب التونسي مثلا كنت مساعد ومعد بدني في نفس الوقت. صحيح الاتيكيت اللي خذاها وسيم معلا ديما كانت انه معد بدني، سي فري سا سي ليماج اللي نعرفوها الناس الكل، لكن هذا ما يمنعنيش اليوم راهو باش نكونوا واضحين في كره القدم ستاف ما عادش ثم هذا معد بدني، راهو ما احنا ماهوش اتليتيزم الواحد يجري وحده. اليوم كيسكو ما في دون لا بريباراسيون انتيغري المدرب لازم يكون مساعد ولا معد بدني ولا هو يفيتو. ديما انا ما يمكنش نفاجئك بحاجه، اليوم في بعض عده فرق اوروبيه مدرب الحراس هو اللي يقوم بالبالاريتي الكرات الثابتة، مدرب الحراس هو اللي حذرهم. اليوم ما عادش ثم انت لا انت معد بدني ما تتدخلش في الامور الفنيه، ولا انت مدرب حراس ما تتدخلش في الامور التكتيكيه، ولا انت لا هو عمل متكامل، مجموعه منظمه، مجموعه نتاع اطار فني كامل، وكل حد يزيد حويجه، لكن في الاخر هذوما المساعدين الكل هذوما البروبوز سي لونترونور كي ديسبوز. يعني الانسان يقول له واحد اثنين ثلاث ومن بعد هو عنده القرار. احنا ديما احترام كلي ووثيقة تامة في المدرب، احنا نوجهه ونقولوا له مثلا اذا نحكي لك كمساعدين ولا كمدرب حراس او مساعد ولا معد بدني. دونك اليوم راي منظومة كرة القدم تطور، ما نحبش نقول تبدلت، هي ما تبدلش ما هي تتطور. دونك اليوم تقول لي التوجه انا هل باش انا في النادي الرياضي الصفاقسي نرجع ممكن انا كنت سنة الفارطة بعد ما خرج بعد كأس تونس وخرج نيبوتشا خديت وقت مسكت الفريق ثلاثة ولا أربع مباريات وكان معايا جمال خشارم، كنا ممكن من الناس الأولانيين اللي حطينا عثمان كامارا كان تتذكروا، كنا حطينا باكايوكو اللي تو يلعب في منتخب مالي ومن بعد مدة معناها خرج من نادي رياض الصفاقسي ظهير أيسر ممتاز وممتاز جدا، معناها عطينا فرصة للشباب. ممكن الإنسان اليوم السنة هذه ممكن نادي رياض الصفاقسي زاد وقت بعد ما خروج المدرب الإسباني مورسيا ما جات مباراة يعني قلتها أنا مباراة شبيبة القيروان اللي ممكن مباراة انتصار بعد يمكن 10 أو 12 مباراة ما نادي رياض الصفاقسي ما غير انتصار. يعني حتى مورالمون مونتالمون ماهوش سهل، رغم اللي مع احترامي اللي ممكن الناس يقول لك لا والقروان إيه لكن تعبتنا، لكن في الأخير سيتينا وليت مش ما نحبش نقول عقده، وليت بريسك مش ندخلوا في مرحله شك خايبه برشا. دونك سيتي يفو كوبي لي موراجي انا نقول الوقت هذاك اللي صار باش ممكن رجعنا شويه ثقه للفريق. انا ديما نقول انا جندي من النادي الرياضي الصفاقسي، يحبوني مدرب مساعد، يحبوني مدرب لياقه، يحبوني قرد ماتريال، انا على ذمه فريقي. يعطيك الصحه وقت يكون. يعطيك الصحه، شكرا لك وسيم على تدخلك معنا، اكيد سواء معد بدني ولا مدرب مساعد بالتوفيق ليك في تجربك القادمه. اسامه احكي لي في الاخبار.